المتعه بتاعتي كانت في وقتنا في الجيل بتاعنا. السوشيال ميديا معلش يعني مع احترامي بقى السوشيال ميديا خربت كتير، خربت كتير في الرياضه، خربت كتير في الاخلاقيات، خربت كتير في العادات بتاعتنا. لا السوشيال ميديا ليها تاثير كبير جدا سلبي وتاثير سلبي مفيش شك، تاثير سلبي طبعا. يعني اللي عايز يزعل يزعل. النهارده السوشيال ميديا بتحرك انديه، بتحرك رؤساء انديه، بتحرك مديرين فنيين. فلا على ايامنا ما كانش فيه الكلام ده، كان مجلس الاداره، المدير الفني، الجهاز الفني لهم الحريه المطلقه في اتخاذ جميع القرارات بدون خوف. حاله الشحن اللي يمكن بقت زايده عن اللزوم حتى بين الجماهير تفتكر ليها علاقه بكل المتغيرات دي؟ طبعا. يعني انتوا اياميكوا وانتوا بتلعبوا طول عمر في اهلي وزمالك واسماعيلي كنت بتشوف حاله الشحن زياده عن اللزوم؟ بص هقول لك على حاجه، احنا كنا بنروح اسماعيليه او بورسعيد او السويس واتفر في اي حته يعني، الجمهور بيهيص علينا لكن بيهيص علينا وخلاص. وقبل ما بيبدا المباراه بيشجع فرقته، فرقته خسرت بيشجعنا. يعني لا ال 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 الشحن الزائد بالنسبه للسوشيال ميديا هي اللي وصلت الامور لكده، هي اللي وصلت للتعصب لكده، وصلت بعض الشخصيات للتعصب دوت ان هم يقولوا حاجات مش مظبوطه. فعشان كده بقول لك لا السوشيال ميديا لا ليها تاثير كبير جدا. يعني انا عارف ان الكلام، انا عارف ان الكلام ممكن ما يعجبكش. لا خالص بالعكس، لا اعتقد ان مش بس في الرياضه الحقيقه، في حاجات كتيره جدا يعني كان ليها تاثيرات سلبيه. يمكن هو مش عيب السوشيال ميديا بقد ما هو عيب ان احنا ما كناش جاهزين للتعامل مع متغير زي السوشيال ميديا. في الفن ممكن تقولي كده، وفي السياسه ممكن تقول كده، وفي لا معلش تقول كده. معلش ما فيش حاجه اسمها مش جاهزين، في حاجه اسمها انا عندي استعداد اتقبل ايه وما اتقبلش ايه. انا لو عندي استعداد ان انا اتقبل الحسن مش هتقبل السيء. لكن انا بتقبل السيء دلوقتي في السوشيال ميديا. النهارده لما يطلع اي حد يروح اي خبر كده في السوشيال ميديا يشتم او او يهين أو أو, او 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 كل الناس بتتقبل الكلام ده، مفيش حد بيرفضه للاسف. طب خلينا نرجع لجدران النادي الاهلي، مين اكتر حد من اللعيبه جوه النادي